أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الاحتفاء العالم باليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو احتفال بإنسانية الدين الإلهية، ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية. وخلال كلمته أعرب شيخ الأزهر عن أمله في تقديم حلول ناجحة لأزمات الإنسان المعاصر وتحدياته. فإن احتفاء العالم اليوم بهذه المناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو في الحقيقة احتفال بإنسانية الدين الإلهي ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية، واحترامه لخصوصية الأديان والعقائد، بحثاً عن عالم أفضل تسوده روح التسامح والإخاء والتضامن والتكافل، وأملا في تقديم حلول ناجعة لأزمات الإنسان المعاصر وتحدياته، وبخاصة أزمات الأيتام والفقراء والأرامل والبؤساء والمهجرين والمنكوبين.